حبذا حبذا حبيب تحملت منه الأذى. الو، هاي طريف. اهلين خولة حبيبي. لهلا ما اجت الطيارة، كتير تأخرت. ليش؟ هي المفروض ايمت توصل؟ مفروض من شي ربع ساعة. طب طلعي على السكرين تبع وصول الطائرات. كأمت ورجعت 5000 مرة وتأكدت منه وما طلع معي شي. يلا طولي بالك، عادة بيصير تأخير. وليش لحتى يصير تأخير على هاي الطيارة بالذات اللي راكبة اخي؟ ما انا طلبت منه انه تتأخر الطيارة. دخيلك هلا انت وهضامتك، والله ماني ناقصتك. خلص شربي لك فنجان قهوة وإلا ما تصل الطيارة بعد شوي. عم بشرب. طيب وكيني لك قطعة كيك كمان. يا الله طريف، شبك مو وقت برادتك هلا؟ إيه لكن لأنه اللي جاي مو أخي. لحظة كأنه عم يقولوا الطيارة وصلت. رح أرجع بحاكيك. أوكي باي. هاي لك علي يا خوخة، اشتقت لك. انا مشتاق شكلك. انا كمان. كل الحمد لله على السلامة يا جرجوري. لك الله يسلمك يا حبيبتي. تقبر قلبي. على فكرة انشغل بالي عليك، فكرت في تأخير على الطيارة. لا ابدا، اجت على وقتها. معناها الحق علي، انا من قد ماني مشتاقت لك ما انتبهت انه الطيارة وصلت. ما تطلعي عادتك انت، ما تطلعي. تقبرني. شلون كانت السفرة؟ منيحة. إن شاء الله ما تعبت. لا نمت شوي بالطيارة، ريحت يعني. كيفك يا خوخة؟ مستقت لك تقبرني. أنا مستقت. آخر مرة يا ظالم اللي جيت فيها لهون كان من 9 سنين. أوف 9 سنين؟ ليش متخيلون أقل؟
معناها مانك مشتاقنا اذا هيك مفكر. ليش مين كان عندي السنه الماضيه بمدريد يا محتاله؟ السنه الماضيه؟ العمى والله حاسستهم شي 10 سنين. حبيبتي من هون؟ ان شاء الله ما بتبلى هالضحكه ولا يحرمني منها يا حق. يا حبيبة قلبي يا خوخ، لك حلياني انتي ونحفاني تقبش قلبي. والله يا سيدي باعتبار انه انا قاعدة اكل ومرعى وقلة صنعة، فقررت اني سجل بالجيم ومستلمني كوتش بيطير العقل، عم روح 3 ايام بهالاسبوع ساعة ساعة. ممتاز هذا الحكي كثير منيح، وعم تاكلي اكل صحي وتعملي هيك ملتزمة ببروجرام معين مثلا؟ يعني قدر الامكان، وانت بتعرف اختك انه ما بتقاوم المعجنات بنوب. ايوه تفضل حبيبي. نورت بيروت يا جرير. لك منورة بوجودك يا خوخة. تقبر قلبي اشتقت لك. يا حبيبتي وأنا اشتقت لكم كتير والله كتير. طمنيني عنك، كيف أموركم؟ إن شاء الله مرتاحين هون. الحمد لله، بالعموم أحسن من غيرنا. أي الحمد لله. طريف أوضاعه إن شاء الله منيحة. ممتاز، الحمد لله فتح مكتب هون وشغله ماشي وهلا عم يشتغل على كذا مشروع. ممتاز هذا الحكي، ممتاز. حبيباتي داني وسالي كيفهم؟ يقبروا قلبي، ما بتعرفهم هلا اصلا كبرانين ما؟ كثير حطيتهم هون بمدرسه وامورهم منيحه الحمد لله، عندهم شويه مشكله بالانجليزي بس عم بيلحقوا حالي. اي كويس كويس. وانت تقبرني؟ خبرني عن حالك، شو في ما في؟ حبيبتي انا راح احط ايدك هيك ونفذ مشاريع، نط من مدينه لمدينه، عايش مثل البدو الرحام. مثل ابن بطوطه وبرجع بالاخير على مدريد، على المكتب يعني الاساسي، هي يعطيك العافيه تقبرني، ما في مشاريع هيك هيك حب كذا رفيقه؟ لا يعني ما يخلو الأمر، انت بتعرفي طبعا، بس هلا حاليا ما في شيء. لا هيك هلا مستقر واموري رايقه يعني ما في شيء. ايه ممتاز، عملت لك برنامج ما رح تقدر تحك راسك. برنامج شو يا حبيبتي؟ انا كل جيتي 10 ايام مو جاي لحتى اشوفكم، اقعد انا وياكم ونروح على بعض، هي هي بس. بالله شو؟ مو على كيفك حبيبي، فوتت الحمام مو مثل طلوعي، انا ما صدقت ايمتى تصير. لك يا حبيبتي خلص بنعملها شي مره، بيجي هيك جايه طويله وبنعمل البرنامج اللي بدك اياه. امتى؟ بعد 10 سنين تانية؟ لا مو لهالدرجة. بعرفك جرير. طيب مهم هلا، أنا ما أكلت بالطيارة وجاي على لحم بطني وميت من جوعي. يبعث لي حمى إن شاء الله. بعيد الشر عنك، شو بدك تغديني؟ هلا تقبرني، نحن بنوصل على البيت بنحط هالشناتي وبنقعد بنشرب فنجان قهوة لبين ما يجي طريف، وبعدين بوشنا على البحر، حجزت لك بمطعم أكله ما بيفهم من كتر المطيب. يا سلام هذا هو الحكي. يا إن شاء الله ما يكون عجقة على الطريق، لأنه بهذا الوقت بينصرفوا الموظفين، بس أنا بدبر حالي تقبلني ما تاكل. حلوة هالحارة، ذكرتني شوي بحارات الشام. لكن ما تشوف الياسمين اللي زارعتها عندي بالبيت؟ يلا أخي يلا تعال. تفضل أخي. أهلا وميت سهلة. أهلين بخوخة. نور البيت. نور بأصحابه، لذيذ كثير البيت. هلا بورجيك يا على رواق، تفضل. يلا من وين؟ هون؟ هون حبيبي. اوكي. جرير؟ ايه؟ فوت حط أغراضك جوا على اليمين، جايتك أنا. يلا حبيبتي يلا. ألو. كيفك خولة؟ شو حبيبي؟ لساتك بالمطار؟ هلا والله فتنا على البيت وحطينا الأغراض. كنت بدي حاكيك بس أنت سبقتني بتكة صغيرة. أها. خلاص خلص لك هودا بعرفك تكة صغيرة. لك ايش بنا؟ مو انت بتضل بتقلي ما تسوقي وتحكي؟ ان شاء الله عم تحاكيني وعم تسوق. لا تخافي لا تخافي، واقف على الإشارة. ايه برافو عليك حبيبي شطور. لك صحيح انت وينك؟ لأنه جرير وقع من جوعه. شو ما عاد قدموا وجبات بالطيارة يعني؟ هلأ بلغ لاصتك طريف، يعني لو عرفنا نتأخر كذا القد. يلا باي. كنت دبرت حالي وأكلت بالطيارة. لا تقبرني، شغلتنا 5 دقايق نشرب أنا وياك فنجان قهوة بيكونوا وصلوا الأولاد. أي والله أنا مشتاق لهم كتير للأولاد عن جد.
لك أهلين خالو. لك أهلين حبيبي. لك أهلين صاير شب لك يا داني. لك سوسو ميسيو ميسيو تو مثل القمر. يلا حبيباتي تعالوا نفتح الشنطة ونطلع لكم الهدايا. أوكي يلا تفضلوا. وهذا مالتي هايباد لداني. هذا الموديل اللي بدي ياس. وهاي سوسو. استمو ايدي خالو. الله يسلم ايديك حبيبي. وهي سوسو الأمورة. تانكس خالو. حبيتي يا خالو؟ صلبت تكبرني دي مش لعبة. حبيبي كثير حلوة. حبيبي تعرف كيف تشتغل؟ بتعرف انت ما ايه تفتحها هيك من هون. طبعا انت بتعرف ما بدك حدا يعلمك. شريف شريف ايه خوخة. يلا يلا حبيباتي عدو انا برجع. لك ألف الحمد لله على السلامة. لك الله يسلمك. لك أهلين يا جرير يا حبيب قلبي. والله اشتقنا لك. لك وحشين ونحن بالأكثر حبيبي. دخيل ربك. لك أهلا وسهلا باللي جاي حليان. حبيبي والله أنت الحليان ومشمشم. قريت الرسالة اللي جبت لك اياها من السكول؟ ايه قريتها. بس اي ساعة كان؟ ليش ما قريتي؟ كان بلا ماما قريتها على السريع. هلا برجع بدقق يعني على الساعة. قالوا لي خلي الماما والبابا يحضروا الاجتماع. ايه قل لهم الماما بتحل محل الماما والبابا. بس كل رفقاتي بيجوا مع امه وابوه معنا على السكول. والله برافو، معناتها عندهم وقت فاضيين. بس في عندي رفيق ابو ميت. شفت، معناتها مو الكل الكل. وأنا؟ أنت أبوك مسافر. بعدين ماما يعني شو ما بتصير؟ ما في أمهات ما بيحضروا الاجتماع؟ مبلا. طيب شفت؟ بس ليش ما بيجي؟ عنده ظروفه. طيب ليش ما بيحكي معي بالتليفون؟ هو بيحكي بس غالباً أنت عم تكون نايم، لأنه الوقت بيننا وبين أستراليا بالعكس، يعني الليل نهار نهار ليل، ما عم تزبط. ليش ما مسافر نحن لعنده؟ وشغلي؟ بس أنا بدي نكون مع بابا. حبيبي بصراحة شغلي هو اللي معيشنا، لأنه وضع شغل أبوك مكركب شوي، يعني مو دائماً بلاقي شغل، وأنا إذا رحت لهونيك ببطل أقدر أشتغل باختصاصي. طب ليش هو ما بيجي؟ بس يحكي معي رح أقول له. طيب احكي معه أنت. أوكي يلا. هلأ؟ بركي بيجي على اجتماع الآباء والأمهات معك. هاني شو حكينا؟ قلت لك مثل هالوقت بيكون نايم. يا الله شو بعد؟ كنت عم تراهن أنا رفيق إذا بيجي بابا ولا لا. تاكل كريب؟ طيب بس لخلص. كافي هيك طريف، لأنه أنا حابب أكل من كل شيء. إيه براحتك. صحة وهنا. على قلبك حبيبي. حبيت الأكل؟ والله يسلم وديكي، تعبتي حالك. ما كنت عارفان إنه طبخك متعسن كل هالقد يا خوخة. هلأ هاد اللي طلع معك فوق مجايبينك على أهم مطعم. لك ليش زعلتي؟ هو هيك قصده. أنت بالذات ما بتدخل أصلاً، مو الحق عليك وعليه، الحق علي إلي. بالمناسبة كنت عملت لك مفاجأة وهلأ بطلت. لا 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 راحت عليك حبيبي، راحت عليك. خالو شو بيلفزوا اسمك بالاسبانيا؟ ما في عندهم حرف الجيم. مظبوط خالو، انا بيلفزوا بدال الجيم خاء. يعني بصير اسمك خريق؟ يعني ماما بصير اسمها جولة؟ لك على الثاني. لك على القصة، عفكر ولا مرة خطر لي. ها على فكرة كل الحق على بابا الله يرحمه، من كتر ما كان يحب الشعر الجاهلي طلعت براسي وبراس هالمسكين. مشان هيك أنا من حرقة قلبي سميت ولادي سالي وداني، مشان وين ما راحوا ينلفظ اسمه صح. شو يعني الشعر الجاهلي؟ نقيت لك أروق غرفة بكل البيت. عم تتعاملي مع البيت وكأنك ناوي تستقري فيه على طول. ما بعرف جرير،
عن جد أصعب شيء إنك تكون ما بتعرف. أصلاً أنا بعد بابا وماما ما ماتوا الله يرحمه ما بيلي حدا بالشام. أهل طريف راحوا على أمريكا، وأخوه حمل حاله وهج على كندا، وخالته حملت حالها وراحت على السويد مع عائلتها، وعمته راحت على ألمانيا لعند أولاده، وأنت بإسبانيا، وأنا ما ضل عندي رفقات بالشام. أغلبهم صار شي بمصر، شي بفرنسا، شي بدبي. بصراحة لو ما طريف والولاد أنا يمكن كنت جنيت من زمان. مشان هيك أخي تقبرني، جوز وجب لك شقفة ولد الله يرضى عليك. لك إيه شبك؟ لك أخي بيب أولى كبرتك، شبنا يا زلمة؟ إيه والله رحت عني سمعت شوي خولة؟ فجأة حسيت كأنه أمك الله يرحمها واقفة قدامي وعم تحكي. أي أخي أمي ولا أمك، من حافظ على الموروث العائلي اللي تركونا يا أهلك، وبصراحة هلأ إذا ما بتلحق حالك وتتجوز عائلتنا رح تكون مهددة من انقراض. لك يا أختي أنا ما بدي أتجوز، لو بدي أتجوز كنت عملتها من زمان. بعدين شمعنا هلأ؟ أنا حتى لو في واحدة بحياتي ما رح نكون عايش أنا وياها مع بعض، بدي أخلي أنت بتعرفيني. بعرف تقبرني والله بعرف بفهمك، على كبر لسه بتصير القصة أصعب، بس أكيد في استثناءات بالحياة، خاصة لما بكون عم أقول لك على عروس مثل اللي شفت لك إياها. لك أمر خولة انت شو صاير لي؟ خدني على قد عقلي. انت اكيد عم تمزحي. ابدا انا بلشت احس بالاهانه. ها بس تشوفها بتخفر لي. لك مين هي؟ لك العروس. لك انا عروس؟ يي علينا. لك يا طريف جرير بليز بليز ما تروحها من ايدك بليز. والله انها اموره، اصلا انا عم تخيل شكل اولادكم بكره بالمستقبل اذا الله كتب لكم نصيب، رح يطلعوا بيفلجوا ان شاء الله بيقبروا قلبي. لك والله تعي يا زلمه تعي شوف. شوفي مرتك قالت تجوزني جايبت لي عروس. لك كان هي ارتدادات الزلزال. انت شو صاير لك؟ بدي افهم. مو قتلت الدنيا كلها لحتى تاخذيه؟ هي لو لقيت بوقتها حدا ينصحها ما كان صار اللي صار. دخيلك انت شو مهضوم هلا مو وقتك. اخي ركز معي، انت شوفها ومالك خسران شيء. عم مين عم تحكوا؟ انت ما دخلك، انا عم بحكي عن بنت اختها للدكتوره زينه دكتوره اسنان، تذكرتها هلا؟ طبعا، لك وين عم صلح اسناني انا؟ لك انا ما عم بحكي عنها الا، عم بحكي عم لك عن بنت اختها. ليش هي عندها بنت اختها؟ وعم تسالني لي انا كمان؟ لك ليك والثاني. مين هي زينب الله؟ حبيبي هي قصه طويله. تتذكر وقت ايام ما كنا ساكنين بالحاره القديمه بالشام؟ زينه كانت ساكنه بالحاره اللي ورانا، وكنا انا وياها بنفس المدرسه بصف الاعدادي، بس ولا مره بحياتنا التقينا. تخيل انه انا لما اجيت على بيروت رجعت التقيت فيها وصرنا اعز اصحاب، تقول بنعرف بعض من شي 20 سنه. يا الله يا جرير، ما شفت بحياه عمري اظرف والطف من هيك مخلوقه، مع انه جوزها الثقيل طلقها لسبب مو معروف، يمكن لانه هي انجح منه واحسن. اي يمكن لانه هي انجح منه واحسن، ومع هيك حاطه ابنه وعم تربيه بكل رواق. لك اشتهيت شي مره اسمع عم بتسق وتنق او تبكي مثل كل النسوان. وانا شو دخلني بهذا الحكي؟ ها جايتك بالحديث. انا عم اقول لحالي هالبنت بلكي بتطلع هنيه مثل خالتها كونه كل الوقت بتضل عندها بالعياده. كمان شو دخلني بهذا الحكي؟ حبيبي سنانك شو وضعهم؟ سناني؟ لك ايه زياره بسيطه لعندها بتشيك على سنانك والموضوع هيك بيكون ابسط من بساطه. حبيبتي انا اسناني مناح ومثل الفل ما فيهم شي. جرير اسمع مني، سايرة سايرة وخلص. حتى انت لك طريف؟ لك ما عندك حل يا جرير، سايرة لانه بدها تضل مستلمتك من هون لتروح على اسبانيا، هذا اذا ما خلتك هون اصلا. معقول انا احط حالي بهيك موقف؟ لك اخي اي موقف؟ اني روح انا واختي لحتى اشوف عروس؟ لك يا حبيبي معقول حطك انا بهيك موقف؟ شو بنا؟ شو لك شو صار لك عم تحكي من الصبح؟ حبيبي رح اخذ لك موعد طبيعي مثلك مثل اي مريض، بتروح وبتنفحص وبتشوفها للبنت على الهسي، لا من شاف ولا من دري، اذا عجبتك كان بها، ما عجبتك نحمل حالنا ونمشي، ويا دار ما دخلك شر. لك يا خولة يا حبيبتي انا ما عم فكر بالارتباط، صرت اقول لك اياها مليون مره يا جماعه انا ما بدي اتجوز. لك يا تقبرني والله عم بفهم عليك، اسمعني لاقول لك شغله، امك الله يرحمها بزمناتها كانت تقول ابن العشرين بيجوز حاله وابن الثلاثين بده مين يجوزه وابن الاربعين غير الله ما بيجوزه، وانت ما حتخسر شيء اذا بتشوفها للمخلوقه، فالموضوع لا بايدي ولا بايدك، بايد رب العالمين. في وجع هيك؟ طبعا كلنا نحن خالصين اليوم، ولو سمحت بس تحدد موعد الجلسه الثانيه مع السكرتيره. تفضل. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. ألو هاي زنزون. أهلين خولة كيفك أنت؟ مشتاقة حبيبي كيفك أنت؟ ليكي زنزونة أنا قصدتك بخدمة بصراحة. انت بتأمري؟
ما يأمر عليك ظالم. حبيبي ليك يا أخي جرير إجا من إسبانيا وبده ياخد موعد قريب كتير مشان بده يشيك عسنانه. تكرم عينك أنت وأخوكي، خليه يعمل صورة بانورامية ويجي لعندي لحتى أشوف إذا أنا بقدر ساعده ولا ببعته عند حدا. شو ها؟ ما فهمت عليكي شو يعني؟ يعني إذا تلبيس عندي، إذا سحب عصب عند حدا تاني، إذا زرع عند حدا ثالث. زينة زينة حبيبتي ركزي معي، رح أجي لك إياها من الآخر. بصراحة أنا بنت أختك عجبتني وبدي أعرفها على جرير بالصدفة يعني، وما في أحسن من الصدفة عندك بالعيادة. بقى شو قلتي؟ ساندرا؟ طبعاً عم بحكي عن ساندرا، بس وينك؟ وهيك تجيبي لها سيرة؟ بدي هيك الأمور تطلع عفوية. إيه أوكي، معناتها خليني حاكيكي على رواق بعدين. أوكي حبيبتي، يلا باي. يلا باي حبيبتي باي. مامي ممكن تعطيني من وقتك 5 دقايق وتتعشى؟ 2 minutes ما. لا بعرف التو مينتس تبعك. يا الله كلمة تانية محروم من أفلام كرتون. أفلام كرتون؟ اسمها كرتون. والله ما تواخذني سوري. هاي زنزون. هاي حبيبتي كيفك؟ ما اجيتي اليوم؟ ايه ولا بكره جايه. ليش شو عندك؟ يا ستي عندي ورك شوب 3 ايام. يعني ولا بعد بكره؟ ولا بعد بكره. ايه ليش انتي شو عم تسالي كانه كثير؟ لا عادي عم بسال، الاكل سخن. ايه بعرف لانه جاي على الوقت. عن شو الورك شوب؟ هاد يا ستي مندرب النسوان يلي ما لهم شغل بالحياة لحتى يستخدموا مهاراتهم ويصيروا منتجين شوي بهالمجتمع. حلو. هاي هاني. هاي ساندرا. لكان قلتي لي متطوعة. يعني بصراحة لو لقيت شغل أهم وأحسن أكيد كنت رحت، بس ما في ماشي حاله. أنتي يمكن ما كان لازم تتركي شغلك القديم بالشركة. بس يا زنزونة أنتي بتعرفي الأسباب اللي خلتني أترك الشغل. شو هي الأسباب؟ والله يا حبيبي الشغل كتير طويل، يعني أطول من دوام مدرستي. ايه بكتير. اوف يا حرام يا ساندرا انا شبعت. حياتي ما بدك تاكل معي؟ يلا خلينا ناكل سوا. يعني معقول تشبع قبلي؟ صح. يعني بتعرفي مشكلتي مع المدير، كان بده يعني اطلع معه. هاد كان لازم ينحط له حد. ايه بس هو كتير وقح. كان لازم تشتكي عليه. لمين بدي اشتكي عليه اذا هو المدير؟ معك حق. بتعرفي انت افضل حل لك انك تتزوجي. شو؟ لك مين عم يحكي؟ ليش دخلني انا اختي؟ لا تاخذيني مثل اعلى. والله يا حبيبتي مو على كيفك، انت بالحياه مثلي الاعلى. ليك هيك درستي بزنس واداره اعمال، ما درستي طب. ايه لاني ما كنت شطوره مثلك. أنا ماني شاطرة غير بشغلي، فبليز لا تحاولي تشبهي فيني أبداً. إيه مو على كيفك. تعرفي شغلة؟ أنا بحس الزواج كتير مسؤولية، بحس حالي ماني قدها أبداً. أولاد، ربي، طعمي، نيمي، وليه دخيلك، ماني قدها بنوب. بتعرفي بتفاجئيني أنت أحياناً، عندك نضج مبكر. ميرسي. هلا انت على كل الاحوال يمكن ما التقيتي لسه بالشخص المناسب، مع انه والله اجاكي عرسان كثير زراف، يعني اللي صح لك ما صح لحدا. صح، انت بتعرفي انه لو بدي اتزوج كنت تزوجت من زمان، بس قلت لك ماني قد المسؤوليه بنوب. يعني بعد بكره جاي لعندي على العياده؟ هلا ما بعرف، بشوف شو عندي وساعة بقرر. يعني ممكن ما تجي؟ لا انت شكلك كثير مصره اني اجي على العياده. ليش خير ان شاء الله فيهم شي سناني؟ لا حبيبتي ما فيهم شي، بس قلت بنزل انا وياكي على السوق فمشان رتب مواعيدي يعني، بس مو اكثر. تزبطي مواعيدك قلتي لي. شو يعني؟ ايه اوكي شوف شو بصير معي انا. خلص اوكي هاتي عمك هاتي. الو وليش بقى لبعد بكره؟ إيه شو بيعرفني؟ اشتركت بوركشوب بدها لبعد بكره لتخلص. يي علينا على هالحظ. ايه شو صاير عليكي هلا؟ شو فرق بكره عن بعد بكره؟ ما بيأثر.
هي هاتي اعطيني صبر لبعد بكره. خوله لا تركزي كثير على القصه، الواحد بس يركز كثير على قصه ما بتعود بتزبط. ايه لا ستي ما حذرتي، لانه كتاب سيكريت بيقول كل ما ركزتي بالشغله كل ما صارت. لك يا حبيبتي اسمعي نصيحه مجرب. ليش عندي حل تاني يعني مثلا؟ ها شفتي بلشتي تفكري صح. ماما بيقول لك دادا شو صار بالقهوه؟ طب ليكي زينة بعد بكره اي ساعه؟ بين الوحده والثلاثه. يا شو هالموعد هاد؟ شو بين الوحده والثلاثه؟ لك ايه شو اعمل لك اذا هي بتجي بين الوحده والثلاثه ما لها وقت محدد. طب ماشي ماشي يلا باي. يلا باي. هاي الشيش وهي هاي جهار ويسي. ايه هاد دباش شيش واسا. جرير حياتي. ايه حبيبتي. بعد بكره اخذت لك موعد مع دكتورة اسنان. حاضر يا ستي حاضر. ما شاء الله ما شاء الله. ما بدك تسألي لأخوكي مرتبط مو مرتبط، في بحياته حدا، عنده رفيقة؟ حتى ولو. حتى ولو طبعا، لأنه حياة العزوبية شيء والاستقرار والزواج شيء تاني. ما شاء الله. وانت شو رأيك سيد جرير بهالحكي؟ والله أنا من رأي خولة. انت يا أستاذ طريف شو رأيك بالموضوع؟ بالله بدك تعلقني مع أختك؟ لا ليش، أنا شو عم أقول شيء غلط؟ أبدا، انت عم تحكي بمنتهى الدقة، الزواج شيء وحياة العزوبية شيء تاني. ايه وأي أحسن؟ هلا انت عم توصفي ولا عم تقيمي؟ عم بسألك أي أحسن. طيب بدي أسألك نفس السؤال وأنا جوابي رح يكون مثل جوابك. معناتها نحن متفقين على شو؟ على إنه الزواج أحسن من حياة العزوبية. ميرسي طريف، وصلني حقي. قد إيه صاركم متجوزين؟ 12 سنة، يعني آخر السنة مطبق 12. بس أحلى 12 سنة مروا علي بحياتي كلها. وما سألت حالك ليه؟ هاي بدها نقاش. هاي ولك هاتي بوسة تقبري قلبي. ديسكوستينج. ولا ما دخلك بيني وبين مرتي؟ ليش انت وين كنت لما حبيت لأمك؟ لك مامي بطنة. ما شاء الله ما شاء الله، حدق الولد ها طالع لخاله. يا أزعر عم تغار من أبوك. I love you so much. أنا ما غيران، أنت كبار. ليك على هالجواب، لك سكوت أحسن ما ليحك ولا زمك. شو يعني زمك؟ تفضل. وهي مفرداتنا انقرضت كمان، لاقي لك حل. العاب العاب العاب. انت دورك دوسي. ها خبرني شو صار معك. بصمته مش الحال. عم تمزح؟ اي أيوة. والله ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. شو باقي عندك؟ باقي عندي الفحص الطبي. هون حطنا الجمال. حبيبي لازم تاخذ ببالك انه الفحص الطبي هذا لازم ينظف لك كل جسمك، لانه انت بتعرف بكندا بيكشفوك. يا بلا سألتك بقى، هذا الفحص اللي عم تحكي عنه واللي بدي أعمله أنا ما بيبين فيه اللي عم تحكي عليه. ومنكم نستفيد، والله أنت خبير أكثر. ما رح ضلني أعلمك كل حياتي أنا. إيه؟ هات لشوف، صار لك من مبارح لليوم صار عني مكالمات، شو بدك؟ من آخره؟ بدي تدبري لي إقامي هون قبل ما تطلع بيزدي. مغمضي لو سمحتي. طبعاً ممنوع الأكل قبل ساعتين. رح اكتب لك على انتيبيوتيك تاخذيه كل 8 ساعات مشان ما يصير عندك خراج. اوكي ميرسي كثير. يلا اخي خلصنا. هاي بونجور. اذا صار عندك اي وجع بالليل فيكي تاخذي حبتين مسكن. اوكي ميرسي كثير. اهلا وسهلا فيك. هاي يا زنزور. كيفك؟ مشتاقه. كيفك انت؟ الحمد لله تمام. اخي جرير، دكتورة زينة اللي حكيت لك عنها بنفس الحارة وبنفس المدرسة. عم بقول وشك مو غريب علي. على كل حال تشرفنا. اهلا وسهلا فيك. الا ما تكون متفركش فيني بالطريق شي نهار. لا على سلامتك ولو. حبيبي شو مفكر انه انا عندي شركة قابضة مثلا؟ عن طريق خالتي. خالتي؟ شو دخل خالتي؟ مو معها جنسية؟ ايه. تكفلني. وانت مين لحتى تكفلها؟ رفيقك. حبيبي انت بتعرف كم رفيق عندي بالحياة؟ إيه بس أنا أكتر واحد برفقاتك بحاجة هذا الشيء. لا حبيبي كلياتهم بحاجة أشياء وكلهم مدبرين حال. معك صورة بانورامية؟ ما بدها دكتورة، ما بدها، يعني ما في شيء خطير، هي بس هيك استفادة. أوكي تفضل أستاذ جرير لنستفيد. يلا قاعد على الكرسي صح؟ إذا بتريد. أي. طيب بهالحالة لكن أنا رح أنطره برا. كأنه هالعيادة مو عاجقة عندك لك زنزون. أنا ما بستقبل غير مع الموعد مشان هيك ما بتعجب. أوكي طيب أنا ناطرة برا. قدي بقيان هون أستاذ جرير؟ يعني شي 10 أيام تقريبا. افتح لو سمحت. أه
معناتها ما رح اقدر اشتغل لك بشي. ليش خير دكتورة؟ في شي؟ سنانك تعبانين منيح. عنجد بس انا الحقيقة ماني حاسس بشي. بعد شوي رح تشتكي منه. شكلك ما بتعتني بسنانك كتير. لا يعني انا يعني فرشيهم مرتين بالنهار، بالليل قبل ما انام والصبح لما في. اي ما بيكفي. استعمل الخيط؟ هلا ما بدي كذب عليك، حاولت بس ما لي جلد. غريب ليش؟ مع انه سهل كتير. يعني هيك ما عرفت، التقنية تبعه شوي هيك بحسها صعبة. علميني. اتكرم عينك، بسيطة مو مشكلة. طيب دكتور هلا بدي اسألك، اذا احنا افترضنا فتنا بموضوع العلاج، هلا قد ايه بده ياخذ معنا وقت تقريبا؟ يعني بدك تحكي بشهر شهر ونص. شهر لشهر ونص، يعني فيني مثلا بين جلسة وجلسة روح ورد ارجع؟ اذا شغلت اسبوع بين الجلسة والجلسة ايه بيمشي الحال. جريت. حضرتك عايش باسبانيا؟ ايه انا عايش بمدريد. طيب قد ايه صار لك مزاير دكتور الاسنان؟ يعني تقريبا شي سنه او اكثر. الاسنان ما بينتركوا بصراحه. انا بتجنب الروح على عند دكتور اسنان. معظم العالم هيك. يعني بخاف انه جاي الحقيقه. اي بسيطه، ابره بنج بتحل الموضوع. عندك شي مشاكل ضغط او سكر؟ يعني الحقيقه ما سبق وصار عندي هيك اعراض، بس عم فكر اعمل تحاليل. يعني هو وزنك بالنسبة لطولك مبين منيح. انت هيك رأيك دكتورة؟ يعني مو مقياس، بنشوف. طيب فيني مثلا عزبك تكتبي لي التحليل اللي لازم ساويها لحتى اعمله قبل ما اسافر؟ اكيد تكرم عينك. شكرا. هاي يا حلوة. هاي. لك هاي يا ساندرا. كيفك؟ كيفك يا ساندرا؟ تمام يا حبيبتي، كيفك انت؟ مشتاقة لك كثير، يوبسني الحليان بعد زمان. حبيبة قلبي وانا مشتاقة لك اكثر. زنزوني هون؟ ايه. في عند حدا؟ اخي جرير. جرير؟ ايه جرير اخي. هي قصة طويلة بشرح لك عنها بعدين، بس اخي جرير مهندس قد الدنيا، عايش باسبانيا وعنده بيت بمدريد وعنده فيلا على البحر بمربيا، وعزابي لسه ما متجوز، وانا صراحة بيني وبينك ما بدي اياه يتجوز من هونيك. كل هدول؟ ايه. ليكو هي اخي جرير. هاي يا زنزوني. هاي حبيبتي، كيفك؟ تمام. مرحبا يا مسيو جرير. أهلين حبيبتي. شو رأيكم نشرب قهوة؟ يا ريت والله، يا ريت يا ريت والله. طفلة؟ بدك تجوزيني طفلة لك يا خولة؟ حبيبة طفلة شو؟ كم سنة المخلوقة بيصير عمرها 30؟ مو الحق عليك على فكرة، حق علي أنا الحمار الغبي اللي سايرتك بس. الله يسامحك يا جري. هلأ الرجال طالما مأمن حاله شو بيعيبه؟ مأمن حاله قلتيلي طبعا. حبيبتي انت بتأكدي انه بغيابي ما صار معك شي حادث لا سمح الله؟ فتي بكوما او صار معك شيزوفرينيا مثلا؟ الله يسامحك. ليش لحتى ما تقول بالعكس؟ اني نضجت وعيت وصرت شوف الامور بطريقة صح. طريقة صح قلتيلي طبعا. يا حبيبي يا تقبلني يا اخي بالمنطق. عندي اخ بجنة ناجح بشغله وعزابي وبدي كافئه، اقل منا لاقي له بنت عالم وناس معها شهاده، هو يشوف حاله فيها وهي تشوف حالها فيه. وين الغلط؟ ما في غلط يا حبيبتي، انا ما عندي شك ابدا بنواياك الطيبه خوخه، بس انت ثاني مره ما بتفكري بمصلحتي بناء على احترامي لنفسي. المفروض تاخذي بعين الاعتبار التقارب الزمني العمري بيني وبين البنت اللي بدي ارتبط فيها، اللي ممكن ارتبط فيها، عفوا بين قوسين عم بقول لك ممكن. بالله حبيبي شو يعني؟ بلاقي لك وحده مثلا عمرها 40 سنه؟ لا ما حذرت. أنا بدي أفرح فيك وشوف أولادك، وغير هيك روح اصطفي رافق مين ما بدك. أختي بعدين شيلي كل شيء على جنب، افترضي إني أنا وافقت وسيارتك قلت لك أوكي. ما حسبتي حساب لمشاعري في حال هي المخلوقة؟ استهجنت الموقف ورفضت من أساسه؟ شو بدي يكون موقفي أنا؟ لا أنت قعدتك بإسبانيا نزعت لك أخلاقك تماما. خلص حبيبي، سكر لي على السيرة الله يرضى عليك. يقبرني. انت فيكي تكفلي حدا هون؟ حدا؟ مثل مين؟ يعني حدا بيهمني امره. ايه يعني مين؟ رفيقي. في شي خاص بيناتكم؟ شو هالسؤال الغريب؟ يعني انت من ايمتى فضوليه معي؟ واحد عم تقلي لي كفلي، ما بدي اسالك مين هو؟ شو بيعمل؟ بعدين انا خالتك يعني بقدر اسالك.
سوري نسيت انك خالتي. والله انا ما بحسك غير بنت خالتي. خالتي ورفيقتي ما عم يزبطوا معي يا اختي. ميرسي على الكومبلمنت حبيبتي. لا والله يا حبيبه قلبي انا ما بحس في فرق بيناتنا. بس 10 سنين. اي شو 10 سنين عادي يعني. هلا شوفي انا يمكن ما بحس بالفرق لانه هيك التفكير بيشبه بعضه، يعني ما بحس في جيل بيني وبينك، انه عادي. يمكن والله ما بعرف. هلا شو مشان شادي؟ مين شادي؟ لا اله الا الله. رفيقي؟ اه هذا تبع الكفاله. ايه طب احكي لي عنه. هني نفس الشيء. شوفي لا هاد انا بحب هاد اكثر. يسو ايه مع هذيك الكنزه. فمنيح لي ما فتحتي الموضوع مشان ما نطلع بالخجله لا انا ولا انت. ايه مزبوط معك حق. طيب طيب حبيبتي يلا باي. شو هالحظ هاد. اي خولة طمنيني ام حولنا شعيرة؟ حبيبي هلا انا بالسيارة وعم سوق بوصل على البيت وبحاكيك. طيب لحالي؟ ليش وينه جرير؟ جرير بالبيت هلا من شوي وصلته، بس بدي انزل على السوبر ماركت جيب كم غراض. لازمك شي؟ لك لا سلامتك ما بدي شي، يعني جيبي كل النواقص اللي ما موجودة بالبيت. طيب اسخي ها فردي ايديك. رح اسخى تكرم عينك. يلا باي. وينو هاني؟ نام من غير شر. وشو قصتها هاي رفيقتك؟ مين؟ خولة. شبها؟ مانا طبيعية. أول ما فتت على العيادة أخذتني بالأحضان وكأنه كل يوم نلعب شدة للصبح. حرام هي بتحبك كتير ودايما بتسأل عني. قعدت تستعرض لي عن أخوها، قديش معه مصاري، وين ساكن، شو دارس، إسبانيا، هدول القصص هلكتني. ايه يعني وين المشكلة؟ لك ما في مشكلة بس حسيت عم تعمل شوية برزنتيشن. وزعجك هالشي؟ ابدا. بس انت شو رأيك؟ بشو؟ بجرجير؟ شو كان اسمه؟ جرير. منيح والله بكرة بدلله روكا. يعني عجبك؟ بكون عم كذب عليكي اذا قلت لك ما عجبني. بصراحة ايه عجبني. عن جد؟ ايه طبعا. يعني رجال لقطة مصاري إسبانيا. بس أنت ليش كتير مستغربة؟ لا متفاجأة يعني إنه بعد ما عطيتيني رأيك بالزواج والارتباط هداك النهار ما توقعت تهتمي. أنا ما غيرت رأيي بهداك الموضوع أبدا. آها بس على فكرة مع روكا ما رح حس هيك. ليش؟ يعني لأنه هو أكبر مني بمنيح فأكيد أنا اللي حأتحكم فيه. ما خطرت ببالي والله فيها وجهة نظر. هلا ايه بس يعني اذا افترضنا انه كلامي صحيح ممكن تكون خولة عم تحكي حديث عادي عن اخوها، خصوصا هو لما طلع قال حبيبتي كأنه انا عمري 15 سنة. لليكي بصراحة احساسك بمطرحه
انت شو عم تحكي؟ انا حبذا 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 حبيب تحملت من